أكثر فنياً فيما حدث في هذه المباراة على الرغم من سوء الحكم. كابتن حشيش هارد لك، ولكن هزيمة بفعل فاعل. هارد لك طبعاً النادي الأهلي. طبعا حكم الناس كلها طبعا شايفه طبعا يعني طرد في اول 13 دقيقه بتلعب بره ارضك وتطرد منك واحد ما كانش متردد يعني. معلش يا كابتن حشيش، ولكن بوتسوانا على مستوى افريقيا رقم 148 في العالم. 148 في العالم يعني. بتتكلم على حكم دون المستوى. طبعا النهارده الحكم 100% هو اللي خسرك المباراه، لانك لما تشوف المباراه ككل برغم الطرد اللي حصل لك في اول 13 دقيقه انت بتنقل يعني مستحوذ على الكره، الاستحواذ في الاحصائيات 62 ل 38 في المباراه كلها وانت ناقص لعيب. دي حاجه تحسب طبعا للنادي الاهلي. النجم الساحلي يعني برغم التفوق العددي انما هو ما وصلش للنادي الاهلي المرمى. النادي الاهلي هي طبعا الكوره اللي جت هدف طبعا تمركز خاطئ من رامي ربيعه ومن ديفنس النادي الاهلي في الهدف. بقيه المباراه انت بتنقل كمان الظروف الصعبه اللي جات لك انت عشان تعمل برضو تغيير كويس. بيتصاب علي معلول مفتاح لعبه عندك من ناحيه الشمال، برغم كده انت ماسك نفسك وانت الاخطر والفرقه الثانيه اللي قدامك هي اللي بتدافع وخايفه وبتلعب على الهجمات المرتده. طبعا هارد لك للنادي الاهلي. لازم طبعا في البدايه لازم نشوف حل طبعا في موضوع التحكيم ده، لان التحكيم ده انت مهما هتعمل لو بالصوره دي هيخسرك مباريات زي دي. كان ممكن انت لو انت كامل العدد النهارده يا كابتن حشيش ده كره رمضان صبحي اخر المباراه خالص مش ممكن اللي هي على ال 18 من ناحيه الشمال طبعا. فاول رسمي للناس فاول 100% وانذار للناس اللي ما شافتش المباراه اخر في الدقيقه 93 في الدقيقة 93 كرة رمضان صبحي رقص اثنين وداخل قبل بره ال 18 طبعا، لكن فاول ممكن يجي منها جول يجي منها هدف التعادل غير الفاولات العكسية اللي حصلت في نص الملعب، وبعدين يجي يدي لك انذار خايب للاعب التونس في الاخر في اخر خلاص في الوقت الاضافي. طبعا الحكم مكتف لعيبة النادي الاهلي. الراجل فايلر عمل التغييرات المطلوبة على حسب طبعا سير المباراة وعلى حسب الطرد وعلى حسب الإصابة اللي جت برضو لعلي معلول مفاجأة. إنما أنا شايف إن يتحسب للنادي الأهلي، يحسب للنادي الأهلي النهاردة إنه برغم النقص العددي ماسك كورة ومستحوذ ومنهارش خالص. طبعا أي حد في الظروف دي النقص العددي كان ممكن الأهداف تزيد. النجم الساحلي أنا مش شايف إن هو عمل حاجة تستحق غير الكورة اللي هي غلطة أساسا من دفاعات النادي الأهلي. بقول لجمهور النادي الاهلي النهارده ما يزعلش على طبعا الهزيمه دي، لان طبعا بفعل فاعل زي ما قلنا. اعتقد ان شاء الله باذن الله المباريات اللي جايه لسه طبعا دوري المجموعات لسه طويل، وان شاء الله باذن الله يبقى في تعويض باذن الله. كابتن عادل، على الرغم من الاداء التحكيمي السيء ولكن الاهلي استحوذ اثناء المباراه او